قائمين على امر الكوره، هم يعني اعلى ناس في مصر وفي نفس الوقت حريصين جدا على النجاح. يعني باشمهندس بالنسبه لموضوع الصفقات ايضا نفس الامر، النادي الاهلي هل هيتعاقد مع المراكز الصفقات اللي هو في احتياج ليها، ولا هيبقى موضوع التعاقدات من باب ان انا هجيب صفقات جديد باسامي وفقط؟ يعني عايز اعرف من حضرتك. انت جاوبت احنا لسه قايلين هيبقى في ترشيحات وفي مدير فني هيبص وعلى ارض الواقع هيقدر يعرف هنضم من بره وعندنا ناشئين وعندنا ناس في اعراض. لازم الاول نبص على اكتفائنا، وبعد كده اذا كان في نقص مش موجود نقدر نجيبه من الخارج ده يا سوق محلي يا سوق خارجي. اذا كان في حد في السوق المحلي افضل من اللي عندنا مش هنبخل ان احنا نجيبه. نعم. أو هنلجا إلى سوق خارجي، فمن فضلكم الموضوع محتاج نوع من الصبر ومش لوقت طويل بإذن الله.